الحديث حول أسعار العملات ينضم إلينا من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة إيكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك رائد. أبدأ معك باليورو، احتمالية انفصال كاتالونيا عن إسبانيا ربما تكون غدا، وهناك معارضة كبيرة أو مئات من المتظاهرين لا يريدون الاستقلال عن إسبانيا. كيف تقرأ اليورو وانعكاسات لو تم هذا الاستقلال على اليورو؟ طبعا بلا شك مزيد من الضغوط التي تضع ثقلها بشكل اكبر على منطقه اليورو، ومثل هذا الموضوع تحدثنا فيه سابقا على انه هو عباره عن زياده من الضغط السياسي على التكتل الاوروبي اجمالا، ولكن يعني الى درجه كبيره بدنا نقول انه فيد اوت او تلاشت الضغوط في الفتره الحاليه على اليورو، ويعني قلت الى درجه كبيره المخاوف الموجودة في الأسواق، وانعكس ذلك على أداء الأسهم الإسبانية. رأينا هناك بعض الريباوندينج أو بعض الارتداد الذي جاء صاعد خلال تداولات اليوم، ممكن يكون في عنا بعض الهدوء، لكن خلينا نقول الخطر الكبير الذي كان محيطا بمنطقة اليورو على وجه التحديد اليورو يعني بدأ يعني يبدد هذه المخاوف بعض الشيء ويظهر نوع من الاستقرار. طيب نتحدث عن الدولار، من ننتظر طبعا نترقب محضر الفدرالي الأمريكي الذي يعطينا صورة أوضح عن احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية. الدولار بيانات اقتصادية إيجابية سمعناها مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية التي أتت يوم الجمعة التي جاءت دون التوقعات، لكن تحمل بعض الإيجابية في هذا التقرير عن بيانات الوظائف الأمريكية من حيث معدل البطالة وأيضا من حيث الأجور. كيف تقرأ الدولار؟ أنا حبدأ أولا بالنظرة الفنية. الدولار الأمريكي يظهر نوع من التماسك حاليا، ولا يزال محافظ على خط الاتجاه الصاعد. في الوقت نفسه لدينا هذه البيانات التي صدرت يوم الجمعة من الولايات المتحدة الأمريكية، بيانات الوظائف الغير زراعية أظهرت، صحيح كان عندنا عدد أقل من المتوقع وانخفاض وتراجع بالوظائف بالماينس، لكن كان لدينا انخفاض بمعدلات البطالة، ولدينا أيضا تحسن بوتيرة نمو الأجور ب 0.5%، والذي أعطى نوع من الإيجابية. حقيقة استقرار الدولار الأمريكي اللي عم نشوفه اليوم قد يكون يعني مرده إلى بعض التوترات الجيوسياسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى نوع من التقاط الأنفاس بعد الارتفاعات القوية التي شهدناها مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي. إجمالا الدولار الأمريكي يحتاج مزيد من التأكيدات من البيانات الجزئية، الاقتصاد الجزئي، أي بيانات التضخم، بيانات النمو إجمالا التي ننتظرها خلال تعاملات هذا الأسبوع، وأيضا محضر الفيدرالي الذي ذكرتيه أيضا سيعطي بعض الزخم الإيجابي ممكن يعود بالدولار الأمريكي للارتفاع مجددا. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.